هنتكلم في أول نوع من الشورت تيرم ريجوليشن وهو بارو ريسبتور. كلمة بارو المقصود بيها ضغط، هو البلاد بريشر. في مستقبلات لضغط الدم لما يزيد ولما يقل. هنبتدي الأول نتعرف على مكان البارو ريسبتورز فين. الأرش أوف ذا أورطة، وده شيء طبيعي، هو ده اللي فيه المين أرتيريال بريشر. هنلاقي إن الأرش أوف ذا أورطة بيبقى فيه الريسبتور اللي بيحس بالضغط. المربعات السوداء هما أول مكان للبارو ريسبتور، أورتيك أرش. وهتلاقي إن أنا هسمي الريسبتور على اسم المكان. طيب الأورتيك أرش ده بيكون طالع منه أرتري مهم جدا اسمه كومن كاروتيد أرتري. كومن كاروتيد هو المشترك. ليه؟ لأن الأرتري ده بيتقسم إلى جزئين بهذا المنظر، ده الجزئين بتوعي، إلى فرعين. فرع منهم بيبقى فيها انتفاخ، هتلاقي دلوقتي في ساينس، حاجة زي الجيب باللون الأزرق، ونلاقي إن الجيب محطوط فيه ريسبتور كمان مهم جدا. يبقى أنا عندي ريسبتور في الأورتيك أرش، وعندي ريسبتورز موجودة في الانتفاخ، هسميها كاروتيد ساينس، انتفاخ في الكاروتيد أرتري، لأن ده انترنال وده اسمه اكسترنال. في البداية لازم نعرف الموضوع ماشي ازاي. لما أنا أقول لك دور البارو ريسبتور في تنظيم الضغط، لازم تقول لي مقدمة. شورت تيرم ريجوليشن معناها ايه؟ اشتغل بسرعة. طب بسرعة مدتي كام؟ 7 ثواني فقط انا احتاجها لتنظيم الضغط. طيب اذا فشلت في تنظيم الضغط يحصل ايه؟ ادابتيشن، خلاص هتعود على الضغط الجديد كأنه الطبيعي بالنسبة لي، خلاص هستسلم للأمر الواقع. هنقول الكلام ده النهاردة. طيب دكتور، هو الأورتيك أرش والكاروتيد ساينس ده المكان بتاع البارو ريسبتور، طب هل البارو ريسبتور ده ليه وصف؟ بما ان انا بحس بالضغط يبقى لازم اكون موجود في مساحة كبيرة، لان دايما البريشر يمثل فورس بالنسبة لاريا، القوة اللي انا هحس بيها بالنسبة لمساحة قد ايه. علشان كده وصف الاتنين ريسبتورز دول ستريتش ريسبتور، انه ستريتشد ده مهم قوي على اريا كبيرة. والحاجة التانية ميكانو ريسبتور، وكلمة ميكانو معناها تغير حصل في الول، تغير ميكانيكال حصل عندك، يبقى انا ستريتش وميكانو ريسبتور. علمونا زمان في المدرسة لكل فعل رد فعل. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي الستيمولس اللي هتتعرض اليها وتحسها ايه يا بارو ريسبتور؟ قالك انا يهمني نوعين من الاستيمولاي. النوع الاول لازم يزيد المين ارتيريال بريشر اباف النورمال، متوسط ضغط الدم يزيد ببقى حساس قوي. طب وتاني مؤثر بالنسبة لك، احنا قلنا قبل كده في معادلة المين ارتيريال بريشر يساوي دايستوليك زائد تلت البالس بريشر، يبقى انا حساس
لزيادة البلس بريشر. طب السؤال المهم، زيادة البلس بريشر اللي هو فرق السيستول ماينس الدايستول، هل انت حساس للزيادة الثابتة ولا الزيادة المفاجأة؟ طب دي تفرق في ايه؟ ايام النيرف قلنا علشان اعمل اكشن بوتنشال لازم الاستيمولس يبقى ثريشولد، سادن تشينج ان ذا انفايرمنت، تديني كهرباء كافيه ومفاجاه. عشان كده الكتب تقول زياده البلس بريشر يجب ان تكون سادن انكريز وليس سستيند. يعني ايه كلمه سستيند؟ ما تبقاش زياده ثابته، مش كل مره احس بفرق 30 مليمتر ميركوري، لا انا عايز فرق مفاجئ والزياده بتحصل بسرعه، ده مهم قوي. طيب قبل ما نيجي نكمل كلامنا، انا عندي اورتيك ارش وكاروتيد ساينس، ايه الفرق بين الاتنين قبل ما اشوف رد الفعل هيبقى ايه؟ الاورتيك ارش يبدا يشتغل ستارت تو فاير عندي 80 مليمتر ميركري، ده بدايه شغلي. الكاروتيد قال له انا ابتدي اشتغل عندي 60 مليمتر ميركري، وهما الاتنين يوصلوا الى الماكسيمم فايرنج عندي 200 مليمتر ميركري، لغايه 200، 180، 200. ده مهم قوي. فاكر لما قلت في الكاردياك ريزيرف انا اخري 180 الى 200؟ ده معناه ايه؟ ان ده اعلى بريشر مسموح الهارت ممكن يستجيب اليه، يعني اعلى تاكي كارديا بالنسبه لي. طب اعلى من كده؟ لا ما ينفعش، مش هبقى عندي استجابه، هتعود ادابت الى هذا الضغط. طبعا الكلام ده مهم. طب السؤال الاهم، هما الاتنين بيشتغلوا لو الضغط زاد او قل؟ قالك لا، الاورتيك ارش سنسيتيف، ده لو زاد البلاد بريشر، لو زاد الضغط عن لو قل. انا حساس للزياده، انا مبرمج للزياده، هتصرف معاه. اما الكاروتيد ساينس قال لنا انا سنسيتيف اذا زاد او قل ضغط الدم، يبقى واحد سنسيتيف للزياده او نقص الضغط، وواحد سنسيتيف فقط لزياده الضغط. يبقى مين عنده كفاءه اعلى؟ كاروتيد ساينس ريسبتور از مور افكتيف. انا في زياده الضغط تلاقيني هتصرف، وفي نقص الضغط اشتغل معاك، بعكس الاورتيك ارش اللي يبتدي يحس بالضغط عند قيمه اعلى ومش سنسيتيف لكل انواع التغيرات. يبقى دي البدايه بتاعتي. طيب هم هيعملوا ايه؟ الطلبه واخده فكره ان الهارت شغال لوحده فقط من غير كنترول، يعني يقول لك دول لازم يبعتوا السيجنال للهارت. اقول لك لا، على الرغم ان الهارت لبيس ميكر وشغال لوحده، ولكن محتاج سيطرة وتحكم عليه من البرين. علشان كده تعالى بقى نتخيل شكل الموضوع، ادي الهارت بتاعي اهو. طيب دول يبعتوا السيجنال فين؟ الاورتيك ارش هيبعت اشاره، ادي السهم الازرق، والتاني الكاروتيد ساينس هيبعت الاشاره. طب حضرتك بتتكلم دلوقتي عن اشارات بتتبعت نتيجه زياده ولا نقص الضغط؟
زيادة المين أرتيريال بريشر، لأن إحنا الاتنين بنشتغل في الزيادة. طيب نبعت ليه إشارات المسافة بعيدة؟ كأنك بتبعت رسالة بالحمام الزاجل. الرسالة دي لازم تمشي مسافة أسلاك. الأورتيك أرش في الأناتومي هيطلع منه فيجاس نيرف، العصب العاشر، تمام؟ أما الكاروتيد ساينس هيبعت الإشارة بتاعته عن طريق جلوسو فارينجيال نيرف. وخلي بالك دكاترة الأناتومي بيقولوها بتفصيل أكثر دقة، هيبعت عن طريق كاروتيد ساينس نيرف اللي هو برانش من العصب التاسع جلوسو فارينجيال. الأعصاب دي تعتبر افرنس، وده مهم قوي. وكلمة افرنس يعني انا اللي بوصل السنسيشن انه زاد المين ارتيريال بريشر، انا بوصل. لان احنا في الاوتونوميك كنا دايما نقول على الفيجاس اي فرنت خارج من، المرة دي هقول افرنت، تمام؟ طب ابعت لمين؟ ده الافرنت. اوصل لمين؟ اوصل للمربع ده. هبعت للمضلة. وخلي بالك من نقطة، المضلة اوبلونجاتا فيها اماكن التحكم في كل حاجة في جسمك. عايز تبلع السنتر مضلة، تتنفس ريسبيراتوري سنتر مضلة، عايز تتحكم في الهارت والبلد فيسلز برضو في المضلة. عشان كده تعال نقسم المضلة الى نصين واعملها بالخط الاحمر المنقط. نصين يعني ايه؟ يعني المضلة فيها مركز التحكم في الهارت. طيب مركز التحكم في القلب نسميه ايه؟ اللي هو المكان ده اللي انا هظلله، اسمه كاردياك اولها سي، انهيبيتوري اولها اي، سنتر سي. يعني المكان اللي بيتحكم في الهارت اسمه كاردياك انهيبيتوري سنتر. من اسمه من غير حفظ، انت كده عاوز ايه؟ عاوزه يشتغل؟ هتقول لي اه، انا هنا عايز احط علامة بلس استيميوليشن لهذا السنتر، لانه لما يشتغل هيعمل ايه؟ هيروح الى الاس اي نود فيقلل من الفايرنج اوف اس اي نود، هيقلل من نشاط البيس ميكر، فيقل نقل الكهرباء اي في نود اي في باندل فينتريكل، فيقل الكونتراكشن، فيقل الهارت ريت، يقل الكاردياك اوت بوت من خلال المعادله، يقل الارتيريال بريشر من خلال المعادله برضه. يعني سي اي سي بيخرج منه اي فرنت، عصب رايح للهارت اسمه ايه الاي فرنت؟ فيجاس نيرف. يبقى انا يا دكتور ملاحظ حاجه، اللي داخل فيجاس واللي خارج برضو فيجاس. علشان كده انا عرفت نص الحكايه، ادي الاستيمولس وادي الريسبتورز وادي الافرنس الاثنين وادي السنتر قلنا نصه، ثم افرنت ثم ريسبونس. الكلام ده مهم جدا. طب يا دكتور السنتر التاني اسمه ايه؟ هو اللي بيتحكم في البلد فيسلز بتاعتنا. هقول لك اسمه علشان تبقى انت متابع. السنتر ده بيتحكم في البلد فيسلز، هظلله باللون الاحمر، اسمه فازو. فازو يعني فيسل باللاتيني، موتور
موتور يعني كونتراكشن يعني يضيق. سنتر فازو موتور سنتر اللي اسمه بالاختصار في ام سي. تعال نفكر بالعقل، الفازو موتور سنتر اللي هو الفي ام سي اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي، المفروض ده في الطبيعي بيعمل ايه على الفيسل؟ المفروض انه يضيق الفيسل فالضغط يعلى. هل انا كبارو حسيت ان الضغط عالي عايز الريسبونس او الاستجابة الضغط يزيد كمان وكمان؟ تقول لي لا، انا عايز اعمل نيجاتيف فيدباك، عايز اقلل الضغط. وده اللي عمله البارو ريسبتور، بعت سيجنال للفي ام سي. نحط ايه على السهم؟ هنا علامة ماينس انهيبيشن. انا عايز اوقف الفي ام سي فما يحصلش فازو كونستريكشن، فيحصل فازو دايلاتيشن فالضغط يقل. تعال نبص على الفكرة العبقرية، تمام، وبعد كده نعيد الكلام ده تاني. ادي الفكرة العبقرية اللي ربنا عملها، ادي الفي ام سي نزل منه سيجنال. السيجنال المفروض تنزل على السباينال كورد اهو العادي بتاعتنا. طبعا في الاناتومي قال لك ان السيجنال دي بتنزل هنا في اللاترال هورن. ليه؟ لان ده الاوريجين اوف الاوتونوميك، ويخرج افرنت، والافرنت ده يروح للبلاد فيسل سواء ارتري او فين. انا مش عايز الارتري او الفين اللي موجود قصادي في الرسمة يضيق، لانه لو ضاق الضغط هيزيد. يبقى انا لازم اعمل ايه للسكة دي؟ انهيبيشن اكس، اوقف هذا الممر. طيب تعالوا بقى نكتب بالتفاصيل كل اللي حصل كبارو ريسبتور ريفلكس، وده هيفرق معانا كتير جدا. اول حاجة عايزين نكون عارفينها الآن، هنتكلم على ست نقاط رئيسية. أول حاجة ستيمولس، ودي قلناها، زيادة المين أرتيريال بريشر والسادن إنكريز إن بلس بريشر. الآر ريسبتور عندي اتنين، أورتيك أرش وكاروتيد ساينس. الأفرنس عندي اتنين، الجلوسوفارينجيال والفيجاس، والاتنين دول اسمهم بافر نيرفز، ده الاسم العام، الاعصاب اللي بينقلوا الاحساس ان الضغط اتغير من اجل التنظيم. طب والسي؟ هو السنتر، وعندنا مركزين، مركز اسمه سي اي سي يتحكم في الهارت، ومركز اسمه فازو موتور سنتر. في الحالة دي هشغل السي اي سي عشان اقلل الكاردياك اكتيفيتي ووقف الفازو موتور سنتر. طب الايفرنت، تعالوا نفكر، هل الايفرنت ينفع يبقى سيمباثاتيك؟ تقولي لا، العصب اللي خارج لو سيمباثاتيك هيعلي البريشر كمان وكمان، ده ما ينفعش. يبقى لازم الافرنت يكون فيجاس، عشان كده الفيجاس افرنت وافرنت، سنسوري بينقل احساس وبينفذ حركه. دكاتره الاناتومي يقول لك على الفيجاس ده از اميكسد نيرف. طب والار الاخيره هو ريسبونس، تعالوا نتكلم دلوقتي على الريسبونس. هتقول لي عادي، قلنا السي اي سي. طب انا عايز اتكلم على الفازو موتور سنتر، لو بقى انهيبيتد هيحصل ايه؟ قلنا الارتري والفين
مش هيشتغلوا. تعالوا بقى نتكلم بالتفاصيل الدقيقة. ده الهارت بتاعي، والمفروض ان الهارت طبعا بيملى من فين بلو ذا ليفل اوف ذا هارت، اهو ده الفين اللي بيملى منه المين سيستميك فيلينج بريشر، وده الفينا كيفا بتاعتي. لما نوقف الفازو موتور سنتر عملنا ايه في الفين بلو ذا ليفل؟ فينو دايلاتيشن، وسعنا الفين ده. طب ولما نوسعه يبقى ايه اللي هيحصل؟ تقول لي خلاص انت زودت الكاباسيتي، معنى كده انك قللت ضغط الدم اللي جواه، يبقى انت قللت المين سيستميك فيلينج بريشر، وده اللي قلناه قبل كده. طب لما قللنا الضغط اللي من خلاله القلب بيملى، يبقى تاني خطوة يقل الدلتا بي، ما دي اول خطوة فرق الضغط قل، يبقى تالت خطوة يقل الفينس ريتير، تمام، يبقى رابع خطوة يقل اند دايستوليك فوليوم مش هاملة، يبقى خامس خطوة يقل ستروك فوليوم، يبقى سادس خطوة يقل الكاردياك او اتبوت، يبقى السبعة يقل المين ارتيريال بريشر. شفتوا تتابع الاحداث؟ وتتابع الاحداث دي جت من خلال فهمنا للقوانين في الفيديوهات اللي فاتت، فاهمين اني كاردياك اوتبوت هارت ريت تايمز ستروك فوليوم، والستروك فوليوم ده اند دايستوليك ماينس اند سيستوليك فوليوم، وفاهمين ان كاردياك اوتبوت تايمز التوتال بيريفرال ريزيستنس يساوي مين ارتيريال بريشر. تمام، احنا كده اتكلمنا على اول جزئية على البارو ريسبتور ريفليكس، اللي هي ازاي يتصرف لو الضغط مايلد انكريز، زاد زيادة بسيطة. طب يا دكتور لو الاحتمال التاني بقى ماركت انكريز، هيتصرف بنفس الطريقة ستيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس، حتى كنا بنقول ان هي مجتمعة في كلمة سراسير، اول حروف من الكلمات دي اللي عاملها بالاحمر. طيب لو ماركت انكريز نفس اللي احنا شايفينه هيحصل مع زيادة واحدة، الهايبوثالاموس في مكان اسمه فازو دايليتور سنتر هيشتغل فيقلل الضغط بشكل اكبر. يعني اللي انا عايز اقوله ايه دلوقتي علشان نبقى فاهمين ازاي البارو ريسبتور يشتغل؟ اذا زاد ضغط الدم انا عندي احتمالين، قلنا مايلد وماركت، الاتنين هيشتغلوا بفكرة سراسير اللي احنا قلناها بالظبط، زائد في الماركت هايبر تنشن او زيادة الضغط هيشتغل هايبو سالاموس كمان، وده هنقول دوره في الفيديوهات اللي جاية. هايبو سالاموس يشتغل فيعمل فازو دايلاتيشن، وهنعرف ازاي بعد كده. ده في السيفير ايموشنز، الناس من كتر المشاعر والانفعالات الجياشة جدا ضغطها بيكون عالي في الاول وبعد كده يغمى عليه، الضغط يقل فجأة. طب دكتور عندنا سؤال الان، انت قلت احتمالات زيادة الضغط، طيب لو الضغط قل معايا، ده الاحتمال التالت، ده الاحتمال الاول مايلد والتاني ماركت زيادة في الضغط، طب التالت اذا قل ضغط الدم هتقول لي قل يشتغل الكاروتيد ساينس،
هو اللي هيشتغل، مش الاورتيك ارش وانت قايل. ولكن لازم نعرف نورمالي البارو ريسبتور بتعمل ايه طول الوقت، علشان لما الضغط يقل افهم ايه اللي حصل. ودي حاجة مهمة عايزين نقولها الان. دايما في الطبيعي، انا بتكلم عن نورمال، البارو ريسبتور انهيبت الفازو موتور سنتر. دايما في العادي البارو ريسبتور بتاعتك بتوقف الفازو موتور سنتر. طب ليه توقفه؟ لو اشتغل الفازو موتور سنتر بزيادة اكبر هيزود الضغط اكتر. والسيمباثاتيك في الاوتونوميك قلنا بيشتغل مايلد انكريز ان بلاد بريشر، مايلد بيعمل مايلد فازو كونستريكشن، بنضيق الفيسل سنة بسيطة، لا بنضيقه على الاخر تبقى مريض بالضغط، ولا بنوسع الفيسل على الاخر فالضغط يقل تماما، بين البنين. عشان كده انا نورمالي شغال. هتقولي طب ايه علاقة ده بالاحتمال التالت لما الضغط يقل؟ لما الضغط يقل وجدوا ان حساسية البارو ريسبتور في الشغل بتقل. يعني انا دلوقتي شغال نورمالي انهيبت الفي ام سي، طب لو قل ضغط الدم البارو ريسبتور حطيت عليه علامة اكس، مش هتقدر توقف الفازو موتور سنتر. يعني معناها الفازو موتور سنتر هيشتغل جامد. طب ولما يشتغل الفازو موتور، تعالوا نرجع، هيحصل عكس السبع نقط اللي انا قلتهم. الفين هيحصل له كونستريكشن فيزيد المين سيستميك فيلينج بريشر، فيزيد الدلتا بي بينه وبين السنترال فينوس، يزيد الفينوس ريتيرن، فالقلب يملى كتير، يزيد الاند دايستوليك فوليوم، يزيد الكاردياك اوتبوت، يزيد كمان المين ارتيريال بريشر. يبقى معنى الكلام اذا قل الضغط هيحصل عكس شغلك يا بارو ريسبتور. سؤال الطلبة اللي بيشوفوا الفيديو دلوقتي، طب هو ربنا ما عملش ريسبتور متخصص يحس ان الضغط قل؟ عمل، وده تاني شورت تيرم هنقوله، بس بعد ما نخلص كل معلومات البارو ريسبتور اللي عندنا. يبقى لغاية دلوقتي اتكلمنا في البارو ريسبتور في تلات نقاط، اذا زاد الضغط مايلد وماركت، وعرفنا هيحصل ايه، والماركت زي المايلد مع هايبوثالاموس ليه دور هنقوله بعد كده. والنقطة التالتة اذا قل ضغط الدم ازاي هنتصرف. طيب يبقى انا كده قلت تلات عناوين في البارو ريسبتورز. تعالوا نتكلم على العنوان الرابع، والعنوان الرابع مهم قوي في البارو ريسبتورز. يا ترى لو انا غيرت وضعي، وده مهم قوي، change position او posture، من الريكومبنت انك نايم على ظهرك الى الابرايت انك وقفت. كنت نايم في السرير عادي ووقفت خلاص قمت بقى، لما انا وقفت ايه اللي حصل؟ الدم اتجمع في اللور ليمب، blood accumulates in lower limb by gravity، بالجاذبية. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ضغط الدم قل. طب ضغط الدم قل بس انا ما بحسش يا دكتور بكده، اكيد في compensatory mechanisms او اليات تعويضية ترفع لي
ضغط الدم. اهو ده اللي حصل. ليه؟ اذا قل ضغط الدم، فاكر تعالى بقى نقول النقطة اللي كنا عاملينها هنا قبل ما نمسحها، هيقل السنسيتيفيتي اوف بارو ريسبتور، وبالتالي هيشتغل الفازو موتور سنتر، ما بقاش في حاجة موقفاه، فيحصل فينو كونستريكشن، فيزيد المين سيستميك فيلينج بريشر، فيزيد الدلتا بي والفينوس ريتيرن والاند دايستوليك فوليوم، كل ده هيزيد معاك، وكمان هيزيد الستروك فوليوم كاردياك اوت بوت مين ارتيريال بريشر باك تو نورمال. دايما نحب كلمة باك تو نورمال، ده مهم، رجعني لما كنت عليه من قبل. يبقى دي النقطة الرابعة المهمة في البارو ريسبتور. طيب النقطة الخامسة، انت قلت لي ان البارو ريسبتور بتشتغل في 7 ثواني كنيرفس ميكانيزم، واذا فشلت البارو ريسبتورز هنتعود على الضغط كانه الطبيعي بالنسبه لنا. يعني ايه؟ دي النقطه الخامسه، اسمها بارو ريسبتور ريسيتنج، هو ده العنوان بتاعنا. بس الاول نفهم اتسمت كده ازاي، العنوان ده مهم قوي. هنيجي نعمل دياجرام بسيط الان. انا دلوقتي الافريج بريشر بتاعي 120 على 80، ده الافريج، ده متوسط ضغطي. طيب الافريج ده نفترض ان هو زاد الى 170 على 100، الضغط زاد اهو، مين اللي مفروض يقللني ويرجعني بسرعة؟ بارو ريسبتور. البارو ريسبتور فشل، يعني ده الستيب الاولى، والتانية هنقول فشلت خلاص 7 ثواني، وده وقت شغلك يا بارو، انت فشلت، والانترميديت فشل، واللونج تيرم فشل، بقيت مريض بالضغط بالهايبرتنشن الان. طيب ثم بعد كده ال 170 على 100 زادت الى 200 على 120، ودي النقطة التالتة، زاد الضغط. بس قبل زيادة الضغط، ما دام انا فشلت، ال 170 على 100 دي هعتبرها ايه؟ النورمال نيو بريشر، هو ضغط الدم الجديد اللي انا هتعود عليه كانه الطبيعي بالنسبه لي. البارو ريسبتور حصل لها اعاده برمجه، قالت لا انا الافريج مش 120 80، ده الافريج عندي اتغير. طيب زاد ضغط الدم، زاد بايه؟ يا اما ايموشنز او اكسرسايز، استرس علالك الضغط، تشتغل البارو ريسبتور بسرعه. السؤال، تشتغل بسرعه وتوطي الضغط للنورمال بتاع زمان ولا النورمال الجديد؟ تقول لي طبعا للنورمال الجديد، ودي الخطوه الرابعه، تعمل انهيبيشن، تقلل الضغط الى النورمال بريشر او النيو بريشر as if it is normal for it. عشان كده العنوان اسمه resetting، كأنك بتغير الثيرموستات بتاع التلاجة، بتغير التايمر، درجة الحرارة بنغير فيها، هنا احنا بنغير في ضبطة البارو ريسبتور. طيب النقطة دي تبان امتى؟ في الكورونيك
هايبر تنشن، الزيادة المزمنة في ضغط الدم. ده مش في الزيادة الحادة أو المفاجأة، لأنه خلاص حصل rapid adaptation للضغط الجديد وهو الطبيعي بالنسبة لي دلوقتي. يبقى لغاية دلوقتي أنا في البارو ريسبتورز اتكلمت على إيه؟ على المايلد والماركت إنكريز في ضغط الدم، ولو ضغط الدم قل، دي النقطة التالتة، والرابعة تشينج البوزيشن، والخامسة هو الريسيتنج. تمام. النقطة السادسة بالنسبة لي أماكن أخرى للبارو ريسبتورز. البارو ريسبتورز مش موجودة فقط في الأورتيك أرش والكاروتيد ساينس وشفنا الفرق ما بينهم، لا، دي موجودة كمان في الإتريا والفنتريكل، وهنعرف الفرق في الأماكن والأنواع بتاعتنا هتمشي ازاي. خلي بالك الكلام ده كله يهمني جدا الآن. طيب، يبقى النقطة الستة other types of baroreceptors. هنرسم الهارت بتاعنا العادي، واقول لك ان الاتريا والفنتريكل فيهم نوعين من الريسبتور. يعني ايه؟ الاتريا فيها ريسبتور يحس ان الضغط عالي، وانا هرمز الى الريسبتور باللون الازرق. هرسم نوعين ريسبتور، الازرق هو البريشر ريسبتور، يبقى فيه ريسبتور حساس للضغط في الاتريا، قالوا هنرمز له بتايب ايه. ده مهم قوي، تايب ايه؟ اتريال بريشر او هاي بريشر ريسبتور. وعندي بريشر ريسبتور في الفنتريكل، والاتنين بيشتغلوا بفكره واحده. تعال نقول الضغط، انا حسيت ان في ضغط عالي عليا على الول، ما انا موجود عند الول. طيب، هل انا من مصلحتي يوصل لي فينس ريتيرن بفوليوم زياده فالضغط يزيد اكتر على الول؟ تقول لي لا، انا مش مصلحتي كده. طب انت بتسال كده ليه؟ في فين بلو ذا ليفل اوف ذا هارت. هتقول انا فهمت كلامك، لازم الفين اللي بيبعت الدم الى الفينا كيفا فوق، الفين ده لازم يوسع، لانه لو وسع هيقل البريشر جريدينت فيقل الفينس ريتيرن، واحنا عارفين الباقي. طب ازاي ده يحصل؟ الاتريال بريشر ريسبتور ده بعت سيجنال اهو السهم الاسود اشارات الى الفازوموتور سنتر اللي موجودة في المضلة، ما هو لازم يبعت له. انت اللي بيتتحكم في الفين في الارتري، انت اللي بتبعت السيجنال للفيسل، فانا هعمل لك انهيبيشن. ولما انا اوقفك يحصل ايه؟ خلاص هتقول لي يحصل فازو دايلاتيشن ويقل الهارت ريت ويقل البلاد بريشر. ما ده مهم قوي، الميكانيكال ايفنت او الهارت ريت معتمده اساسا على انت بتملى ولا لا، ده مهم جدا. فكل ده هيقل، يبقى انا عملت نيجاتيف فيدباك سواء اتريال بريشر، ونفس الفكره فينتريكولار بريشر ريسبتور، ما هو حس بزياده الضغط على الول اوف ذا فنتريكل، مش عايز بريشر اكتر، فلازم نعمل انهيبيشن. برضو يطلع من هنا انهيبيتوري سيجنال للفي ام سي. دول اول اتنين ريسبتور. طيب في ريسبتورز تانية، الريسبتورز التانية تقول لك احنا بنحس
بالفوليوم اولا. احنا فوليوم ريسبتورز سواء في الاتريا او في الفنتر. طب ما هو لا ونفس الفكره. طب طالما انت فوليوم ريسبتور يعني انت بتحس لما الدم يتملي كتير في الاتريوم. كل ما الاتريوم تملى كتير يبقى البريشر فيها سيكون اقل. علشان كده اجي باللون الاسود واقول لك في ريسبتور اخر اللي انا بظلله موجود في الوول اوف الاتريوم اللي انا احط عليه السهم. الريسبتور ده ايه؟ لو بريشر، لسه ما بيحسش بالضغط العالي. امال هو اهميته الاساسيه ايه؟ هاي فوليوم ريسبتور. ده انا بحس لما الاتريوم يتملي بحجم دم كبير. طيب الريسبتور ده الاسود ليه اسم؟ اسمه تايب بي اتريال ريسبتورز. يبقى انت عندك تايب ايه؟ ده الهاي بريشر اتريال ريسبتور، والتايب بي هو اللو بريشر بس هاي فوليوم ريسبتور. وعلى فكره النتيجه واحده، طالما انا حسيت ان انا بتملي بفوليوم كتير يبقى انا عايز اقلل الفينس ريتيرن اللي راجع لي. يبقى لازم اعمل ايه في الفين؟ لازم اوسعه بشكل غير مباشر. يتبعت سيجنال اهي باللون الازرق برضو انهيبيتوري للفي ام سي، يقول له يا في ام سي كفايه شغل بقى، لانك لو اشتغلت هتعمل فينو كونستريكشن فيزيد الدلتا بي فيزيد الفينس ريتيرن، فانا احس بفوليوم كمان وكمان. هنوقف الحكايه دي تماما. على فكره برضو في فوليوم ريسبتورز في الفنتركل. الاجابه واحده، رد الفعل ثابت. خلي بالك في بارو ريسبتور كمان في البالمونري ارتري. طب ما ده البالمونري ارتري، ربنا حاطط جواه ريسبتور. الريسبتور ده بيحس بالبريشر. الريسبتور ده لما يحس ان اتملى الارتري بدم كتير والضغط على الريسبتور عالي برضه يبعت للفي ام سي. يعني في النهايه كلنا ضدك يا في ام سي، كفايه فينس ريتيرن لو سمحت. على فكره الفنتريكل فيها ريسبتور مميز جدا، واقول لك بقى اسمه ايه. الريسبتور المميز اللي جوه الفنتريكل اكتشفوا اتنين علماء، واحد اسمه بيزلد والتاني اسمه جرش. الاتنين دول قالوا ايه؟ قالوا احنا اكتشفنا وجود كيمو ريسبتورز موجودة في الوول اوف الفنتريكل. حتى كيمو معناها كيميائي، مستقبل لمادة كيميائية. نالهم يعني ايه؟ قالوا ببساطة هو دلوقتي بره الهارت في عندنا شريان اللي انا هعمله ده. الشريان ده اسمه كوروناري ارتري، ده الشريان التاجي بتاعي. طب انا لو حقنت مواد معينة جوه الشريان التاجي، مواد زي ايه؟ مادة اسمها سيروتونين او فيراتريدين، مواد معينة حقنتها جوه الكوروناري ارتري اللي بيغذي الوول بتاع الفنتركل. الريسبتور حس بالمواد دي، فالمواد دي خلت شغل الهارت كوول اوف فنتركل ما يشتغلش. فالنتيجة حصل برادي كارديا، الهارت ريت هيقل، ولما يقل الهارت ريت
يقل الكاردياك اوتبوت فيقل لمين؟ ارتيريال بريشر. لقينا علاقات طرديه حصلت. السنسيتيفيتي اوف الكيمو ريسبتورز للمواد دي ما كانتش ايجابيه. بس بيزول ديجارش اقنعنا بنقطه احلى من كده. قال في الطبيعي من غير ما نحقن مواد في الكوروناري ارتري، تخيل جزء من عضلة القلب ماتت، ودي قلناها قبل كده، حصل انفاركشن لجزء من عضلة القلب، الحتة دي ماتت اللي انا مسويتها انفاركشن ديس. في ريسبتور موجودة هنا في الول وفي ظهارت. الريسبتور اللي موجودة هتبقى سنسيتيف للمواد الكيماوية اللي خرجت من الانفاركتد هارت. ولما حصل انفاركشن تتوقع بالعقل هل الهارت ريت يزيد؟ تقول لي لا، الجزء ده من عضلة القلب مات. اسكيميا طالما مات مفيش كونتراكتايل فورس، ده في نيجاتيف اينو تروبيك فورس، فالهارت ريت قل فالكاردياك اوت بوت هيقل. حتى دي مقنعه ومنطقيه اكتر، لان انت لو قلت لي هو السيروتونين عمل ايه والفيراتريدين لما اتحقنوا في الكوروناري ارتري اقول لك ريسيرش. عشان كده بيزل وجارش قالوا على نفسهم ريفليكس. يعني ايه ريفليكس؟ هناك ردة فعل. جزء من عضلة القلب مات انفاركشن، طلع كيميكال سابستنس اللي هو السهم الاحمر، مسك في الكيمو ريسبتور اللي في الوول اوف الفنتريكل، فقل الهارت ريت كاردياك اوت بوت ومين ارتيريال بريشر. كلام منطقي. يبقى انا كده عرفت سادس نقطة في البارو ريسبتورز انواع اخرى، نوعين اتريوم، نوعين فنتريكل، ونوع خامس اسمه كيمو ريسبتور بيزولد جارش ريفلكس. دي النقطة السادسة. طيب النقطة السابعة، علاقة البارو ريسبتور بالريسبيريشن. البارو ريسبتورز على فكرة موضوع كبير جدا، عشان كده في الامتحان احنا بنجيب البارو ريسبتور كجزئيات، مش هقول لك جيف اكاونت اون بارو ريسبتور، لا. ايه علاقته بالتنفس؟ تعال افكرك برسمة البارو ريسبتور اللي احنا لسه كنا عاملينها من شوية. ادي الارش اوف الاورطة العادية بتاعتنا، وادي الكاروتيد، وده الانتفاخ اللي احنا قلناه فوق. بصوا بقى هنا الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس في العادي بيبعتوا سيجنال، هتقولي للمظلة انهبت الفازو موتور سنتر. لقينا مين جار الفازو موتور؟ جاره مين؟ جار الفازو موتور هو ريسبيراتوري سنتر ان ذا مضلة. يبقى الدايرة دي بتكلم على المضلة. لقينا ان احنا نورمالي في انهيبيشن للريسبيراتوري سنتر. هتقول لي طب بس انا بتنفس عادي، زي ما في انهيبيتوري افكت للريسبيراتوري سنتر في برضو استيميولاتوري افكت. عشان كده الريسبيراتوري سنتر بتاعك طبيعي، لا هو واقف طول الوقت ولا هو شغال طول الوقت، هو بين البنين. طب امتى البارو ريسبتور يشتغل جامد؟ لو انت حقنت ادرينالين بجرعات كبيرة. انجكشن اوف ادرينالين هيعلي البلد بريشر. كلنا عارفين من الاوتونوميك من سنة اولى
ادرينالين بيمسك في البيتا 1 ريسبتور على الهارت، والبيتا 1 از اكسايتاتوري، يبقى يعلي الكونتراكتيليتي ويزودها، فيزود الكاردياك اوت بوت، فيزود المين ارتيريال بريشر. مين يحس ومتخصص ان الضغط عالي؟ بارو ريسبتور، اورتيك ارش، كاروتيد ساينس، يبعتوا سيجنال عن طريق البفر نيرفز فيجاس وجلوسوفارينجل، يوقفوا الريسبيراتوري سنتر فيحصل ابنيا. وقلنا بينيا يعني نفس، وايه يعني مفيش، فيوقف النفس. الكلام ده شرحته في فيديو ريسبيريشن في القناة، وسميناه ادرينالين ابنيا، وده مهم جدا نكون عارفين. يبقى دي النقطة السابعة بتاعتنا. طيب النقطة التامنة، ودي اخر نقطة هقولها في هذا الفيديو واكمل بقية الشورت تيرم والانترميديت واللونج تيرم في الفيديو القادم باذن الله. النقطة التامنة، لو ضغطنا على الكاروتيد ارتري، كاروتيد ارتري بيبقى ميديال تو ستيرنو ماستويد في الرقبة، وعملتوها في العملي لما جينا نقول ازاي نميز الفيرست والسكند هارت ساوند بتاعتنا. فلازم تبقى واخد بالك، كاروتيد ساينس سندروم يعني ايه؟ في بعض الناس حساسة اذا تم الضغط على الكاروتيد ارتري، ده مهم قوي تكون واخد بالك. يعني اجي اقول لك ايه، ادي المصل اللي في الرقبة اللي اسمها ستيرنو ماستويد، دي موجودة ومعروفة جدا، تمام؟ ميديال ليها انت عندك ارتري هنا، هو ده اسمه كاروتيد ارتري. بعض الناس اللي بتحلق بيحلقوا الشعر اللي موجود في الرقبة، المينز، يجي بالموس ويحلق الحتة دي، فيجي يضغط يعمل تروما للكاروتيد ارتري. التروما دي انت قفلته، ضغطت عليه جامد. طب لما تضغط عليه جامد ايه اللي بيحصل؟ مين اللي موجود في الكاروتيد؟ فاكر؟ ادي الكاروتيد اهو ومتقسم، وادي الساينس اهو. فانت لما تضغط على الكاروتيد انت شغلت الكاروتيد ساينس ريسبتور، فيبعت سيجنال مباشرة الى الكاردياك انهيبيتوري سنتر، يعمل لها ستيميوليشن فيقلل الكاردياك اكتيفيتي. انا اسمي انهيبيتوري، وفي نفس الوقت يقلل الفازو موتور سنتر اكتيفيتي، فيحصل فازو دايلاتيشن، فالضغط يقل، يغمى عليك وتقع في الحمام هو انت بتحلق، لان انت سنسيتيف، عندك حساسية مفرطة للريزر لموس الحلاقة. في نقطة مهمة انا عايز اقولك عليها، ان ربنا خلق كاردياك انهيبيتوري وما خلقش كاردياك استيميولاتوري سنتر، لان في طلبة ساعات تقولك الله هو ربنا عمل سنتر يقلل من نشاط القلب، طب وبالنسبة للمكان اللي بيزود نشاط القلب؟ لا ما خلقوش. طب يا دكتور لو انا عايز الهارت اكتيفيتي يزيد، نوقف الانهيبيتوري فيشتغل الاستيميولاتوري، ودي مهمة جدا نكون عارفينها كويس. طيب هل في احتمال تاني غير شيفينج؟ التايت كولرز، ودي مهمة قوي، اللي رايح يتجوز
بيلبس ياقات سبانيش، الياقات دي بتبقى ضيقه قوي، فهو بيجي يمسك الياقتين جنب بعض عشان يلبس البابيون او السكارف، بيضغط على الكاروتيد ارتري اللي في النك، فيشتغل الكاروتيد ساينس ريسبتور، فيزود السي اي سي وانهبت الفي ام سي. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالنقاط الأساسية في البارو ريسبتور، ازاي يشتغل في المايلد انكريز في الضغط، تاني عنوان ماركت انكريز، تالت عنوان اذا قل الضغط، رابع عنوان تشينج فروم ريكامبنت تو اب رايت بوزيشن ازاي يتصرف، خامس عنوان بارو ريسبتور ريسيتنج، سادس عنوان هو التايبس اوف بارو ريسبتورز، سابع عنوان علاقته بالريسبيريشن، تامن عنوان كاروتيد ساينس سيندروم. الفيديو القادم باذن الله هنشرح بقيه الشورت تيرم ريجوليشن اوف بلاد بريشر، بيريفيرال كيمو ريسبتورز والسي ان اس اسكيميك ريسبونس والانترميديت واللونج تيرم ريجوليشن، والمقارنه في النهايه بين الشورت تيرم واللونج تيرم ريجوليشن اوف بلاد بريشر.